بلد الوليد ايش بيليا شاهدنا كيفاش نقول بلي بلد الوليد وين الحارس المرمى الذي اشبيليا الذي عدل النتيجه ياسين بونا الذي عدل النتيجه وشاهدنا كيفاش فابيان من جانب البلد الوليد فابيان اللي سجل هدف في الدقيقه 44 وانتهى الشوط الاول عن طريق ضربه جزاء وين فابيان يسجل الهدف الاول لصالح بلد الوليد اشبيليا ياسين بونا وين يعدل النتيجه في الوقت البدل الضائع. يعني هذه الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 28 وان شاء الله كانت المباراه يعني مباراه كانت كبيره نقولوا كانت كبيره يعني ان شاء الله كيفاش 63% نسبه استحواذ اشبيليا 578 تمريره إشبيليا 210 تمريرات بلد الوليد 37% نسبة استحواذ البلد الوليد شأن سيرخيو اللي دخل بخطة 4-4-2 شأن كباش جوليان المدرب تاع إشبيليا اللي دخل بخطة 4-3-3 اللعب اللي كان مفتوح نقولوا اللعب كان مفتوح يعني شأن كباش خيمينيز شأن لوكا شأن جورج شأن خوكين شأن روبن روكي سيرجيو فابيان أوسكار شون ويسمان يعني شاهدنا كيفاش إشبيليا ياسين بونا اللي سجل الهدف التعادل كريم الرقيق شنا ديغو جيلسون شنا خون شنا خيسوس ليخاندرو غوميز يعني أولفير شنا يوسف الناصيري سوسو يعني نقولوا كانت المباراة مباراة اللي كانت مفتوحة مباراة اللي شاهدنا فيها لعب جميل شاهدنا ضغط كبير من إشبيليا رغم أنها كانت منهزمة والتعديل جاء من عند الحارس ياسين بونا الذي سجل الهدف يعني وين فرحة كبيرة لهذا الحارس اللي أصبح يقدم يعني الكثير والكثير يعني في البطولة الإسبانية يعني حارس نعترف لها بأنه من الحراس الكبار في افريقيا يعني مثل افريقيا شاهدنا وين انتهت هذه الجوله 28 بلد الوليد هدف اشبيليا هدف الدور الاسباني الدرجه الاولى.